السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي الكرام، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله بخير. ببداية الفيديو خلونا نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا الفيديو رح يكون أفضل طريقة أو أفضل معلومات، أو خلينا نقول يعني كيفية رفع الخصائص بشكل سريع في لعبة Clash of Kings. في عدة أشياء باللعبة، طبعا اقترحت على المتابعين في اليوتيوب وعلى المتابعين في الفيسبوك أني سوي فيديو إما مختصر يعني اشرح فيه شغلات مختصرة، ما يكلفني إلا 10 دقائق من الوقت، لكن بشكل سريع. الفيديو نصف ساعة، اللي هو إنك تفهم موضوع الفيديو بشكل كامل. بالبداية خليك، إذا كنت أنت رح تتابع الفيديو من الأول للنهاية، فبتمنى أنك أول شيء إذا ما مشترك بالقناة تشترك فيها وتدعم أخوك العربي اللي عبي يساعدك بهذا الأمر، أنك تساعد غيرك وتدعم القناة، تحط لايك وتشترك بالقناة وتشارك الفيديو لحتى يعني تكون هي القناة يعني القناة العربية الأولى للعبة Clash of Kings إن شاء الله تضل يعني. وخلينا نبلش بأول شيء. طبعا كلاتكم تعرفوا موضوع التنين، موضوع برج الأعجوبة. طبعا حأخذكم من اليمين للشمال ومن فوق لتحت عشان ما تضيعوا بهي الأمور. بالأعجوبة في عالم بتشغل ضوء المجد 6 كرمال 2 ضرب 100 الفرسان، وهذا الشيء يعني الناس اللي عندها خصائص عالية، فأنت شغل الضوء المجد مستوى 5 هيك بكون عندك أنت 15% هجوم فرسان ودفاع الفرسان. المرحلة الثانية اللي هي التنين. التنين سكارسة هو أساسي في الحارس يعني حارس القلعة، لكن استخدام تنين الأحمر اللي هو لازم يكون الصحة عندك من الأساس عالية. يعني إذا استخدمت تنين الأحمر حتى لو كانت الصحة عندك بالـ250 أو الـ260 فيعتبر ممتاز. بـ250 بدون التنين سكارسة تعتبر خصائصك ممتازة، لكن بدون تنين سكارسة والصحة تكون عندك تحت الـ200 فصعب جدا هاي اللعبة تكون معك بشكل جيد. طيب تنين الحارس هو تنين سكارسة، تنين الهجوم هو تنين الأحمر. خلنا نفوت على التنين ونشوف مع بعض هون تنين سكارسة الموجودة هون الخصائص تبعه وكيف ترفع أنت الموهبة. هاي الموهبة تبعيته ترفعها عن طريق أنك تشتري من تنين سكارسة من هون، توت عليك مباشرة متجر النقاط، تروح على تنين مثلا سكارسة وبتشتري هذه الشغلات اللي هون، تروح على تنين سكارسة فتح الموهبة طلع 20% فرصة لزيادة الضرر المحتمل لرمات الأسهم للعدو، محتمل الجنود المشاة العدو، زيادة دفاع جنود المشاة الخاصين بك، وتقليل هجوم رمات الأسهم ما لك شغل فيها. خلينا نشتغل نفترض هون زيادة يعني زيادة دفاع الجنود المشاة الخاص بك، فنرفعها مثل ما شايفين، وكل يوم حاول انك تجيب اكتر شيء نقاط وترفع هاي المستويات اللي انت شايفها هون. طيب هاي حددنا تنين هجوم اللي هو تنين الاحمر، تنين الحارس هو تنين سكارسة، والتنين الازرق يستخدم فقط باستخدام مهارة الجرحى. هاي كرمال يعني بصير عندك مهارة جرحى عادية ومهارة التنين الازرق العادية، فبتكون عندك مهارتين جرحى. هاي النقطتين. النقطة الثالثة يلي الناس عم تحكي عنها هي عجائب الحضارة. خريطة النجم، خريطة النجم مثلا أنا عنديها 46. هون عندك الضرر المحتمل من الفرسان أنك ترفعه 5%، وشو هو الضرر المحتمل من الفرسان أنك ترفعه؟ لازم تتابع الفيديو حتى النهاية أو تختصر أنك تشوف أول 5 دقائق، ولا تفضل يكون عندك وقت تتابع الفيديو هذا، لكن إن شاء الله رح تستفيد منه. أنا عامل مثلا هون هجوم المشاة، عامل هون هجوم الفرسان. خطتي التالية اللي هي أني وصل لمعدل ضرب الفرسان الحرجة
وبعدها أن يقفوا ضربة الفرسان الحرجة وبعدها أن يروح لدفاع الفرسان. هيك تقريبا بكون أنا خلصت اللي أنا محتاجه. بعدها بنتقل لهجوم جنود كل الوحدات حتى وصل 10%، وهيك بكون أنا يعني أنجزت خلينا نقول 60 من هون، هلا عندي 46. كيف تقدر ترفع هي بشكل سريع؟ عن طريق الجمع اليومي بحقلك أنك تجمع 2000، لكن إذا كنت قمت بتفعيله اللي الناس مو فعلته فبتعط يعني بيعطوك جائزة كبيرة، احتمال 50,000 أو 100,000 حسب يعني هن بيقولوا لك رح يعطوك إياه ب$10 بتقدر تفعله دائما لمدة شهر كامل. بعدين لازم أنت تجدده، لأنه بس يعني أنا يومه تبقي واحد ما بتجدد تلقائيا. إذا اشتريته أنت بتقدر تجمع يوميا 4,000، وبتقدر تحصل من هون بس يقلب النهار في اللعبة كمان 4,000، وبعدها بتروح على التضحية وبتصير بتضحي مثل ما أنا شايف هون. بتضحي لما شفت وصل 200، بتطق وحدة بس فقط بالذهبية، وبعدها بتكفي هون عشان ترتفع. طبعا هلأ خلصوا سنة 3589. مثلا أنا بدي أرفع هلأ هون يعني 0.5، فأنا بدي هون 6745 نقطة. هاي بدي تقريبا يعني بكرة بتقريبا بدي يومين لحتى وحدة من 7. طبعا هي بتوصل 10، هي محطوطة 7 حسب البحوث. خريطة المنج يعني خريطة التحالف الأساسية هي اللي بتلعب دور كبير إنك تفتح لك هاي المجال كل هذا. لذلك يفضل إنك تلعب بتحالف ضخم كبير، حتى لو لنفترض إنك ما مسمح لك تلعب فيه، فدخل بس عليه وزع نقاطك. إذا عندك نقاط كتير استفيد منهم وطلع من التحالف ودخل أي تحالف تاني، وتضل معك الخصائص نفسها لحتى تعمل إعادة تعيين بالتحالف التاني. لما تكبس هيك إعادة تعيين طبعا الحد الأقصى اللي هو 5,000 ذهب، لما كثرة إعادة عمل التعيين فبتزيد الذهب. هاي خريطة النجم أوكي اعتبرناها منتهية، يعني هي أنا التشكيلة اللي عاملها، إن شاء الله تكون يعني استوعبت الفكرة. تمام، النقطة الرابعة. الناس عم تحكي، أنا عم بحكيكم عن النقطة الجديدة في اللعبة، عم تحكي الناس على الاصطفاف. الاصطفاف يا جماعة عندكم تنتين، واحدة دفاع واحدة هجوم. الأولى هي الأولى الرومانية اسمها اصطفاف الدرع الروماني، هي دفاع مخصصة دفاع. فلما تروح عند على الترقية بتروح بتعمل ترقية، فيفضل انك تسوي ترقية للمشاة الرماحين، يعني هذول كلهم بيطلعوا بالتقرير. تمام، مثلا أنا هون بدي أرفع الفرسان. تمام، مثلا هي 3%، فهي أنا رفعت الفرسان. طبعا هي عن قتل الوحوش، أنا هذا كلياته بتقتل وحوش، وأنك أنت تقدر ترقي كل يوم مستوى أو مستويين وتوقف لأنه ما فينك بعدين. هذا هو الاصطفاف يلي هو دفاع. لما تروح على هي هجوم، تدخلك عليها. طبعا أنا ما مشتغل فيها أبدا، أنا ما فينك تشتغل على تنتين لأن الأمر يحتاج لشحن، وإذا ما أنت بتشحن يعني هذا الأمر صعب، وأنا ما أنا مضطر أشحن لهذا الأمر. فيفضل أنك تشتغل بكل هداوة ورواء وعلى مهلك، فتقدر توصل مع الأيام. يعني الفرق بينك وبين المشحن إذا حتى لو كان في فرق سنة فهذا الشيء ما بيأثر، طالما أنت عم تطور برياحتك وعم تنبسط باللعبة. صعب كلمة اعتزال اللعبة لأن في ناس كتير حوالي هي اللي عم تخليني اني تابع هي اللعبة، فصعب انك تتركها وانا اتركها بالاحرى. هاي فهمتها للاصطفاف، واحدة يمين واحدة شمال واحدة دفاع واحدة هجوم. كيف تستخدم واحدة للهجوم؟ لنفترض طلعت انت مثلا هيك ورحت بدك تضرب هاي القلعة، تروح انت بتختار شايف اللي هون الاصطفاف، تعمل تأكيد اصطفاف القوس، فينك تعملها تلغيها، فينك تعمل لها هيك. طبعا هون بيطلع عندك الزيادة. هون الثانية ما أنا طالع لأنه إيش محطوطة دفاع. طيب لو أنت بدك تبدل فيها بتروح أنت هيك على الاصطفاف، بتعمل هيك وبتلغيها، بتعمل تأكيد، بترد بتطلع إذا كنت مثلا بدك تهاجم، بتعمل هيك وبتروح بتاخد هاي. شايف بيطلع عندك زيادة دفاع المشاة 3% والرماحين، شايف كل هون بيطلع عندك موجود. هاي إذا بدك تستخدمها بحالة الهجوم.
يعني بتقدر تستخدم هاي وبتقدر تستخدم هاي. الفرق بين هاي وهاي انه بالتطوير العالي هذا في ضرر هجومي، هذا في ضرر دفاعي، انتهى الموضوع. اوكي، هاي المسيرة اللي عم نحكي عنها. طبعا اذا كان واحد مثلا عنده منصب بيقدر يدخل من هون على الخيارات، بيقدر بتغيير تغيير فبصير المنصب، اذا فتنا رجعنا طلعنا بصير المنصب هيك على جنب بحيث تشوف الشكل كامل. اوكي، هي مرحلة 1 2 3 4 5. الخامس الكتاب السحري. الكتاب السحري لازم ترفعهم كلهم ليفل 30، اخضر ازرق نهدي بني. اوكي، ما قادر ترفع البني، حاول انك ترفع كلياتهم لل 30 اللي هم الاخضر والازرق والنهدي. تمام، الضرر المحتمل اللي كنا عم نحكي عنه اول الفيديو هو بالريح المباركة، انك انت تزيد ضرر المحتمل بنسبة 6%، يعني بتزيده ب6%. لو انت حابب تلعب دور الدفاع وحاطط لي مثلا نضاء الضوء، فعندك زيادة 7% دفاع الجنود، لكن راح تخسر 6% تخفيض للضرر المحتمل، واللي هاجم عليك اذا كان عنده ضرر محتمل عالي فراح يفجر القلعة. هذا يعني الامر ما انه صعب، لكن يحتاج شوية تركيز وانك تلعبها للعبة بحيث انك تركز بما بينزل السحر، انك تصرف ذهب شيء معين. عندك اللهم صل على النبي، عندك فارس الظلام تقدر تحسن منه 6 قطع متقدم، عندك هون 5 حبات مجانية. مؤخرا مثل ما حكينا عن موضوع بالكتاب السحري، هدول الجدد اللي فتحوا هون اللي هن عبارة عن دفاع، لكن كل ما رفعتهم فبيزيد عندك انت هجوم، فيعني حتزيد خصائصك لما ترفعهم كلياتهم للليفل 30. مثل ما انت شايف هون عند إشارة التعجب هون بيطلع عندك الخصائص كلها، قديش زاد عندك الخصائص. تمام، يعني هون حطي لك 80% لحتى يوصل هجوم المشاة، 80% فرسان. اوكي، يعني فيها ضرر دفاعي ل 6.5، ضرر هجومي لحتى 6.5. يعني محور الحديث مو سهل، مو سهل ابدا. خليك على الاخضر الازرق النهدي البني، وصله يعني للنجمتين 3، لكن صعب صعب، مو سهل ابدا، فلازم تشتغل يعني قدر الاستطاعه. هدول اللي تحت اللي انت شفتون اخر شيء نزلوا انك تقدر تبدل لما تعمل هيك انت على عنصر 2، يعني انك تبدل على العناصر الثانيه اللي هي تحت هون. عنصر 2 يعني تبدل على العناصر الثانيه اللي هي الجديده، فلسه ما خلصنا من القديمه لنفوت بالجديده. حاول ما تفوت باليمين والشمال، يعني حاول تركز على شيء بعدين تدخل بشيء، اذا بدك تشتغل بكتير امور فحتضيع. تمام، يمكن كلمة تمام قلت 2000 مرة، معلش. هاي 1 2 الحضارة 3، الاصطفاف 4، السحر 5، الكلية 6 يلي هي المعركة وضرر متقدم. حاول انك ترفعهم بشكل يعني ما بدي اقول لك بشكل سريع، بقدر المستطاع اللي انك ترفع هول، انه كتير كتير مكلف ولازم ترفع على مهلك بهذا الموضوع. ما حدا لعبة ما جابرتك تشحن، لكن في فرق انك يعني تشحن بشي بسيط، انك تمشي امورك باللعبة مثلي يعني، وما تستسلم ابدا، خليك عم تتابع اللعبة وتتابع لتكون مبسوط فيها فقط لا غير. طالما انك عم تبسط غيرك فيعني مثل انا عم اقدم شيء للناس، وتكون الناس يعني هاي المساعدة بقدمها عم تنبسط فيها، فهذا الشيء بيسعدني. حاول ترفعهم مثل ما شايف انت بالصورة بدون ما ادخل وورجيك. فعندك هون انك هجوم الممالك تزيد 10% بمملكة الخصم، بمملكتك 10% هجوم كل القوات، هاي 6. بعدين هون لمحة سريعة بقاعة الحرب،
قوة الغاز لما تقفلها أنت 10 من 10 فبيزيد عندها 50% هجوم كل القوات بالغزو، هجوم 50%. طبعا هون تحت لازم تقفلها، زيادة الهجوم والدفاع بنسبة 10%. ملاحظة بالكلية، في كتير ناس أنا لاحظت عليها أنه بالتكنولوجيا العسكرية ما اشتغلت على هاي، في عندك هون شيء اسمه مهووس الحرب، يعني بيزيد هجوم يعني لكل القوات. عندك هون 3%، وعندك هون بجنود النخبة كمان في عندك تحت هون 3%، يعني صار عندك 6، وهون عندك 3% صار عندك 9. هيك تقدر تحصل هاي الأمور كلياتها، لكن لازم تستكشف الأمر بإيدك. الشيء المهم بعد هو السوبر في اي بي، لازم يكون عطول شغال عندك بالقلعة عطول، ما في شيء. انا يعني انا استغربوا كثير ناس ما شغال سوبر في اي بي، انه بيحتاج ذهب ما بعرف ايش، 4000 ذهبي يلي انا من الاحداث، فقط الاحداث يلي ناس مثلا هلا احنا بحدث البناء تمام، يعني هول 6 صناديق اللي جايبون، لنفترض الصندوق يلي هو هاد في 3000، باخذ بستلم 3000 6000، يعني بالحدث كل الاحداث كل الاسبوع بحصل 50-60 ألف ذهبه. في ناس بعدين بتقول لك من وين جايب ذهب؟ الذهب لما انت تشتغل على الاحداث الموجوده. طيب اللي بعده، اللهم صل على سيدنا محمد، بالحداد في شيء ناس اللي هاد حجر التصنيع، هذا منين بتجيبه؟ من برج التنين، لما بتوصل حتى من 70 ل80، يعني بالمستوى الطابق من 70 ل80. هندخل مع بعض بورجيكم التحدي هون، عرض المكافآت، شوف هون من 70، شايف من 70 بتحصل هذول كلياتهم وبتجمعهم. طيب شو بيعمل هذا حجر التصنيع؟ لما بتدخل انت على معدة هاي اللي انت شايفه هون، بس بدك معدة ما تكون راكبة، يعني حشيل انا مثلا هاي، نزل وفوت لهون، شوف المعدة اللي انا نزلتها، شوفوا وين صارت. اوكي هذا اللي هون، في شيء اسمه إعادة تصنيع. إعادة التصنيع اللي هو بيغير لك هذا اللي انت شايفه من هجوم الفرسان لشيء تاني، بعدين تعمل حفظ. وهذا يعني انا بدي 250 حبة لحتى اني غير نوع واحد، نوع واحد. هذا هو حجر التصنيع، نرجع المعدة كيف متسويه X2. عندك احنا افكره بالسادس لحتى ما فتنا، هي على شروحات قصيره توصلك بس للشيء اللي بدك اياه. اللي هون جوائز اليوميه انت شايفها، في عندك لما توصل لاخر يوم في عندك النقش تاخذ حبه. اذا اشتريت انت عرض بقيمه 10 دولار، عندك 7 ايام بتقدر تاخذ من هون انت بدال حبه حبتين، يعني بتصير انت عندك الجوائز X2. ولما بتروح انت لهون على الحداد، لاحظ على صندوق التخزين، بعدين المعدات، بعدين بتروح على اي معدة بدك اياها وبتعمل اشارة زائد، لاحظ عندك انت فرص التفعيل يعني 20%، بعدين بيجي 40%، بعدين بيجي 60، بعدين بيجي يمكن 80، بعدين بيجي 100، بعد 100 متأكد انه بيطلع لك الخصائص. اذا ضرب معك الحظ من اول 20% بالفرص الحظ بتطلع معك خصائص. فيفضل اذا حتى بدك انت تجرب، يعني انه اوكي انا بتجرب بتنتين، فالقطعة مثلا حق 10 دولار، يعني بدك تدفع 20 دولار وتنقش، يا بتطلع معك يا ما بتطلع معك. ففي كتير ناس اللي بتقدر تشحن بتكت مثلا، تحط مصاري تسوين X5، يعني هي سهلة اللعبة انك تسوين X5 لكن بالمصاري. اوكي هاي طريقة انك انت كيف تطلع لك طبعا هجوم الفرسان، عملت اعادة تصنيع سبحانه وتعالى طلعت هجوم فرسان. هيك كون وصلنا يعني لشيء من هالاشياء. الشيء هلأ بنفوت بالقسم السادس، هو هاد
اترك الفوانه وما تطور فيهم شيء وخليك على تاج فبراير هذا نفسه، وحاول انك ترفعه. طبعا بدي اربع حبات، باقي لي طاقتين لحتى بس فوت على المستوى الثامن، وبعدها بتزيد خصائص. هلا الخصائص انت شايفينها هون، اشارة التعجب الموجودة هون، الخصائص كلياتها. اوكي، هذا الشيء السادس. الشيء السابع واللي هو برج الحكيم. تقول لك شو بدي اشتغل انا ببرج الحكيم؟ برج الحكيم بتشتغل على شيء انت بدك اياه بالوقت الحالي، مو انت بتشتغل على شيء ما بدك اياه. اذا بدك تشتغل على قاعده الانضباط لازم تكون عم تشتغل على شيء بقاعده الانضباط بيخصك. اذا ما عم تشتغل شيء بقاعده الانضباط يخصك، فحاول انك اوكي انت عم تطور فيها لتاخذ نقاط باحد بالاحداث، هاي كمان ممكنه. لكن كتاب التوازن اللي نزل مؤخرا، يعني فوق بيقولوا هنا فوق ال فوق ال فوق العصه غصه ابر، والله ما بعرف نسيت، فوق الغصه عصه ابر او هيك من هالامثال يعني اللي بنعرفها. فهون بتزيد هجومك ودفاعك والصحة وضرر الدفاعي وضرر الهجومي، لكن مكلف جدا جدا. يعني قديش بكلف؟ بكلف إذا كان بدك هاي تمرير الحكيم، هاي الورقة اللي انت شايفها، بدك 5200 حبة لحتى تسكرهم. يعني ما عم نحكي لسه بالموارد. طيب، كتاب الموارد وكتاب التدريب هاي كلياتها حاول تشتغل على شيء انت بدك اياه عشان ما تخسر موارد تبعيتك بي يعني أو على الفاضل. هاي الشيء. هلأ احنا حكينا على السادس السابع مدري الثامن، أنا هلأ ضعت. فقاعة الانضباط غرفين ما في غيره طالع بس بالوقت الحالي. بعدين قاعة الدعاء، قاعة الدعاء أنك تمكس شيء أنت بدك إياه. طيب هذا أنه أنا عامله 10 10 10، طيب ليش ما نطوره أكتر؟ المشكلة هو بفارس النبيل. حاول انك تصرف حد ادنى يعني هو 30 ل 35 أو 40 حبة لحتى يوصل 40 مثل ما شايفين الرقم هون، ووقف ما تطور، استنى لتاني نهار. بعدها عندك هون مثلا الفرسان، انا شفته باخر فيديو تدريب، عم درب بس فرسان وعم درب مشات. المشات للدفاع والفرسان للهجوم وبالدفاع ايضا. ف درب مثلا 2 مليون ب 2 مليون ل 12 والباقي كله 10، عشان لانه 12 بتغير مباشره، بطير بكل شيء حتى وين ما شاركت فيه بتلاقيه مات. صح بيقتل كتير بس بموت. هون سحق الانقضاض، اول شيء سحق ركز عليها، بعدين ركز على المراوغة، وبعدين على انقضاض ومسيرة في التاكة، يعني لازم يكون التوب 54. وعندك هون الهجوم وحشي مضربة خطيرة، تجنب الضرر هون. وبعدين هون عندك زيادة الهجوم، ففضل زيادة الهجوم انك تسكر تسكر يعني كلهم. اذا كان خمسينات يكون افضل، يحتاج شوية وقت نعرف. وهي تقريبا اللي اهم شيء باللعبة انت لازم تسويه. طبعا هو انا رافعهم ثلاثينات لانه مثل ما حكينا فارس النبيل صعب جدا، لانه اخر ما جم التلال لعبته ما اجاني الجوائز تبعيت فارس النبيل، وكلمتهم حقهم ودينهم انه وصلني، لكن ما وصلني. ما حبيت فوت معهم بنقاشات طويلة لانه إيه ما وصلني. هاي ما بعرف اذا الفيديو طولنا عليكم كتير، لكن عم نشرح بكل شفافية وعفوية عن اللعبة. هاد كلياته. بعدين عندك هون نقطة اللي هي نقطة، خليني اقلك النقطة التاسعة واللي هي معبد الحضارة. طبعا في عالم بتقلي اذا غيرت حضارة شو بعمل ومدري ايش. تغيير الحضارة يعني انت عم تغير الحضارة، يعني هالخصائص اللي عندك لما تنقل على حضارة جديدة بتروح. الخصائص الحضارة وليس الخصائص البحوث. يعني هون انا مثلا عندي تفاصيل الشعبية هاي اللي هون انت شايفها، هجوم مثلا كل القوات 8.5. لما بروح انا بغير الحضارة فهاي الخصائص رح تروح اللي هون، بصير بدي ادخل بالحضارة جديدة وطور فيها الحضارة جديدة. لكن البحوث بتضل، البحوث روح الاجداد من روح من ولد التنين. يعني في ناس ما انا موصلي بعد لهجوم الاحترام. هجوم الاحترام بدك ودود 3، يعني لازم تغير حضارة توصل ودود 3 وتقفل هذا هجوم الاحترام، بعدين ترجع. بعدين الناس كلها قفلت هجوم الاحترام، بعدين ترفع انك ترفع هول. يعني انتم شايفين انا عم اشتغل فرسان ومشات، فرسان ومشات. فانا افضل انك تشتغل بالفرسان والمشات حاليا، بعدين لكل حادث حديث. اشتغل فرسان ومشات، فرسان ومشات.
ومع الأيام تتغير الوضع. طبعا أنا هون كلها تعامله 6 من 10، حتى هون الفايقك 6 من 10 واليامات 6 من 10، وأما باقي البحوث فكلها تقريبا 5 من 10. وعندك هذا وحدات يامات، وأنك تسكر العشمال اللي هي دفاع الفرسان ودفاع المشاة، لأن الكريستال مو سهل تحصله. عسيرة الكريستال، خليني أجمع كريستال تبعنا. أوكي، تقريبا خلينا نقول خلصنا. أنا عم بدور لكم إنه شو في السماشي ما شرحت عنه، قاعة الانضباط وقاعة الدعاء وبرج الحكيم. أما الأبطال، الأبطال هلأ تذكرت الأبطال، كريستينا يعني حذاء الملكة وخوزة الملكة، في عالم تحط طقم الملائكة كله. بدك ترفع نسبة الضرر الهجومي لازم تحط هاي وهي، يعني الشغلة مو بكيفك. وهي دول التنتين ما بيشتغلوا على أي بطل، بس على هذا البطل. وأقوى بطلات يعني أقوى الأبطال أو بطلات، أقوى الأبطال اللي هو كريستينا وسلمى وهذا الأقرع، يعني هدول أقوى شي، نار نار يا حبيبي نار. وهي الفارس الموت يعني ندمت وقت طلعت إلى 45 أصلا، لأنه ما يعني بس بتشوفه أن أرقام مع بتزيد بهجوم الفرسان. يعني إلك وصل هجوم فرسان 900، بس إذا كانت 800 هجومها لكريستينا بتقتل كريستينا أكثر منها. مناظر حاطين إياها. أوكي، أما السيمات تبع البطل فصحة المشاة، صحة الفرسان، دفاع الفرسان، هاي أنت لازم ترفعهم. طبعا مو سهل أنك تحصل صحة الفرسان كلياتهم، بحتاج كتير ذهب. وتقريبا الكريستال بعد بحاول أني أشرح كل شيء بنفس الفيديو إن شاء الله ما أكون أثرت عليكم بشيء. الكريستال بعد أنك ترفع بالكريستال، أنا عامل انقضاض بالأزرق، ما تعمله بالنهدي، لأنه المهم أنا عندي أنا هجوم والدفاع أكثر من أي شيء مع الضرر. لكن إذا بدي أرفع بالانقضاض حينزل كتير من هجوم الدفاع والدفاع والهجوم بنفس الوقت، فالأفضل مثل ما حكينا. هاي حكينا على الكريستال، كل شيء، كلمة التنين، كلمة تصدع السماء هجومية، مدينة منيعة دفاعية مع التعزيز. حصلا لما تعزز مدينة منيعة تشغل ردع الموت قوية جدا بالفردي وحتى بالحشود، لكن بهالأيام ما عاد فيش اسمه حشود، لأنه الحشد بشق شق أم القلعة حتى لو قام بورها مليار. بحر من الجنود أنا يعني حاططها كرمال أنه فيها زيادة زحف 15,000، بحيث أني وقت أدخل حشد أني زيدها، يعني أنا بشغل هاي وبحط كريستال 15، بحيث زيادة حجم المسير عندي انضمام الحشد 115,000 وكون مفعل مسيري، فبيطلع تقريبا حوالي 700-800,000 بالمسير. لكن ما دخلت 800,000 إذا ما كان حدا موجود، في حدا موجود من الأعضاء وكذا، فخلي غيرك يدخل الحشد عشان السعة. يعني هاي تقريبا خلينا نقول شبه خلصنا السفارة، الحداد، ريح المباركة، كلاتهم قد حطهم براسي، يعني حكيتهم بالفيديو. إذا كان شيء عندك يا يعني أنا يعني ما ذكرته، لأن قد ما درت بالقلعة يمكن تلاقي شيء، قد ما فتات يمكن تلاقي شيء، شغلات كتيرة صراحة. طبعا هون تجارب هاي سرعوها، صار إنه بتهجم بأسرع هيك، يعني أنا عجبني على فكرة. اوكي، نروح على التقرير، شوف تقريري. طبعا هذا تقريري، هاي بدون غزو مثل ما انتم شايفينه، الغزو بيزيد اكثر طبعا من ناحيه كل شيء، الصحه والى اخره. فانا اشوفه يعني شبه ممتاز كلاعب، يعني ماني هالكبر بس شبه ممتاز هذا التقرير. حتى لو ضرر هجومي أقل شيء 100، يعني أنا وصلت 100 لطلوع عيوني، فمو سهل أبدا أنك واحد ترفع لما تشوف واحد عنده ضرر هجومي 160-170-180-190، فهذا الزلمة خارب أمها في اللعبة. هذا كل شيء لليوم، مثل ما قلت لكم هاي أكتر شيء
حكينا فيه عن اللعبة، انك ترفع خصائصك بشرح مفصل كامل بدون اي توقف، ومثل ما قلت لك اذا ما كان عندك وقت حضر نصه ونصه بعدين. المهم دمتم بخير وصحة وسلامة، لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتدعونا، وكان معكم عبيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.